الكل يعلم أن هناك طبعا الكثير من السلاح المنفلت في الدولة الليبية، وبالذات في طرابلس وما حولها، ويعلم أيضا الكل أن كل هذه التنظيمات المسلحة كلها تابعة لجهات أو لأيديولوجيات معينة أو لأمراء حرب في أثواب سياسيين، والكل يستخدم هذه الميليشيات أو التجمعات العسكرية التي أصبغ عليها يعني أثواب شرعية، كلها منتمية للدولة الليبية سواء للدفاع أو لوزارة الداخلية، وكلها تأخذ في ميزانيات وكلها تأخذ في مرتبات، وبالتالي هذه الصبغة التي أصبغها عليها السياسيين ويستخدمونها في معاركهم. ما ذكرته حقيقة الواقع، هناك بالفعل سياسيين الآن مؤثرين في المشهد، يتحكمون في المشهد العسكري أيضا، ويمكن أن يستخدموا كل هذه التجمعات العسكرية لتحقيق مصالحهم أو حتى وهذا يعني أن هذه الميليشيات فيما بعد. المسلحة من الممكن أن تعمل لأطراف دون أخرى، ومن الممكن أن تفرض أجندتها السياسية. يمكن طبعا يمكن. حصل كثيرا في الأعوام الماضية، حتى أن بعض هذه الميليشيات فلتت حتى من رعاية بعض السياسيين، وأصبحت تتصرف بمفردها أحيانا عندما ترى أنها أصبحت بدرجة من القوة والتفوق، وهناك أيضا تفرق سياسي في ليبيا. الآن هناك مسألة منظمة إلى حد ما، وهناك انتخابات تلوح في الأفق، والكل يستخدم السلاح الآن في سبيل الولوج إلى هذه الانتخابات والخروج منها فائزا بأي شكل من الأشكال، حتى وأن استخدم شيء من الترهيب كما فعلت بيبي عندما ذكرت الآن في سؤالك أنه استخدم بعض المجموعات المسلحة، وكذا أيضا مرشحون آخرون لديهم نفس المقدرة على تجميع عدد من المسلحين في العاصمة أو في غيرها. الحقيقة أن السلاح الآن يستخدم للضغط السياسي باتجاه أما أن تعقد الانتخابات وأنجح فيها أو أن تؤجل إلى ما لا النهاية، وللأسف الشديد يلعب مجلس النواب هذا الدور المخزي الذي يريد له أن يؤجل الانتخابات إلى مرحلة غير معلومة، وأن يدخلنا في مرحلة تسمى حسب يسميها خطة أو خارطة جديدة، وهو أكثر ما يعلم أن هذا ضحك على الذقون واستخفاف بعقول 2.5 مليون ليبي أرادوا الذهاب بالفور أو على الفور لفك النزاع على الشرعية وقذف كل هذه الأجسام إلى خارج اللعبة السياسية، سواء مجلس النواب، مجلس الدولة، أو كل الطغمة الحاكمة الآن في ليبيا، سواء الدولة اللي نعرفها أمامنا أو الدولة العميقة التي تتحكم في السلاح، تتحكم في الاقتصاد برجالاتها الموزعين في المصرف المركزي وفي الرقابة وفي ديوان المحاسبة وما إلى ذلك. إذن المسألة الآن أصبحت مسألة حساسة جدا، الكل الآن يحاول أن يراوغ ويحاول أن يطيل أمد هذه الانتخابات، لأن المعروف والمتعارف عليه الآن أنها لو أقيمت فإنها سوف تطيح بطبقة فاسدة كبيرة جدا طالما أرهقت الليبيين، وللأسف الشديد من نريد أن نزيحهم بها بالانتخابات هم أنفسهم الذين نطلب منهم أن يعطونا أو يوافقوا على إجراء هذه الانتخابات، وهذه هي المعضلة التي يعانيها الآن الشعب الليبي.